ولم يبدل في ملبسه، انما لبس لباس قومه. فلماذا يعني المشايخ حاليا بيميزون انفسهم بهذه المناطق هذه من العامة؟ هل هل الان انت سمعتنا نصرح اننا الزمنا انفسنا بها؟ او بس اصبحت عادة يعني لا، ما احنا احيانا نلبس الثوب العادي. يعني انت تنتقد المشايخ. اولا أن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. ثانيا اصبر علي بس، اصبر نعم. علي النبي عليه الصلاة والسلام أنت تقول لبس لباس قومه، كلامك غير صحيح، كلامك غير صحيح. النبي أحيانا لبس قال اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنباجينية أبي جهم، والأنباجينية ثياب تصنع في اليمن. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بحلة من حرير سيرة فلم يلبسها لأنها من حرير، وأرسلها لعمر وقال خذها بها أو اكسوها أخاك، وكان له أخ مشرك. لكن أنا خصصت لبسا معينا. أنا ما خصصت لبسا. بعدين أنت الآن أقلع لك العباءة؟ طيب الصبح نقلعها من المساء، غدا إن شاء الله ترانا بمنظر آخر بيقول سوى عادي مش مشكلة. لكن أنت كان ينبغي أنك تنتقد من الذين يلبسون البناطيل المقطعة، والذين يلبسون بنطلون يظهر قبلهم ودبراهم، والذين يلبسون كالبنت المتبرجة يلبس التيشيرت ضيق مبين ثديه، والذين يلبسون لباسا إذا سجدوا أو إذا ركعوا تنكشف إزرتهم. كان يجب أنك تتكلم في هذا، أما يعني أنك تتكلم في لبس ساتر. طيب النبي عليه السلام لبس ثياب غير ثياب قومه، خرج الرسول في حلة حمراء لم يرى مثلها قط عليه الصلاة والسلام. نوع الرسول عليه السلام اللبس، نوعه كما شاء ما دام ساترا. وفي الأثر كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك ما أخطأتك. في لباس القميص، هذا القميص أحب الثياب إلى رسول الله القميص، لكن لا يمنع أن يكون هناك إزار، لا يمنع أن يكون هناك رداء، تلبس إزارا ورداء. الأمر في المسألة واسع. قال الرسول في الأثر لكن مختلف عليه وقفه ورفعه، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخرجت له جبة طيلصة كالسروانية لها لبنة من ديباج، قلت هذه كانت عائشة حتى قبضت، فلم كان النبي يلبسها. فالنبي نوع، إذا عملت رسالة وأكلف، وكان الآن أعمل رسالة في صفة ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنه لبس الأخضر، لبس الأخضر له بردان خضروان، ولبس أنباجينية أبي جهل، ولبس جبة كسروانية، ولبس الطيلسان، ولبس البرنس، ولبس الإزار، ولبس الرداء، لم رأسه. بس ثياب، ثياب يسترك، ثياب يسترك. لا تلبس بنطلون ضيق وساقط كما يفعل الفساق، تركع أمام الناس وعورتك تظهر من الخلف. لا تلبس ثياب مقطعة، بناطيل مقطعة كالفساق. لا، من قال سنة؟ لا 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 لا، ما نفتري على الله الكذب، ونقول إن لبسنا مباح وأستر، أستر. الأمر واسع، لكن إلزام أن نلزم الناس بلبس معين؟ لا، ما ألزمنا الناس بلبس معين. هم الذين ألزموا الناس بلبس معين الآن، ألزموا الناس أن يلبسوا كرافطات، والمحافظ الذي يخرج بدون كرافطة يا ويله من الناس. اجعل مثلا ضابطا يلبس ثوبا، ماذا سيصنعون به؟ أو اجعل مثلا محافظ أو مدير يذهب بأحب الثياب إلى رسول الله القميص، ثياب سيدنا يوسف، قدت قميصان من دبر، اجعلهم ماذا سيصنع لهم؟ هتجد الألمانيين يهاجمون بكل قوة. فالممنوع عندهم الثوب الأبيض، تدخل المصلحة الحكومية كموظف بالثوب الأبيض يقيمون عليك الدنيا. فننشر السنن أماتها الناس. فقدت قميصه من دبر وجاءوا على قميصه بدم كذب، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، قميص الثوب. بارك الله فيكم.